حياكم الله مشاهدينا. سهل الغاب سهل وجبل حوران على صفيح ساخن، وجهود التهدئة والوساطة وصلت حتى عمان. فالهيئة الشرعية بدرعة اعتقلت ثلاثة من ثوار السويدة واتهمتهم بالخيانة، وكاتبتا سلطان باشا الأطرش وبني معروف تنفيان وتؤكدان أن الاعترافات منتزعة بالإكراه. ما الذي يدور في حوران؟ وهل تنجح الوساطات بدرء ما وصف بالفتنة؟ هذا في داخل سوريا. أما خارجها فالمجلس الوطني قرر إعادة ترتيب البيت الداخلي. هل هي خطوة تمهيدية للانسحاب من الائتلاف بعد أن جرى تهميشه؟ وهل يعيد الإخوان المسلمون السوريون تموضعهم السياسي بعدما جرى لأشقائهم في مصر؟ كل ذلك في تفاصيل الليلة، ابقوا معنا. إذن تأزمت جبهة السويدة درعا بعد اعتقالات طالت بعضا من أبناء السويدة في الجيش الحر، وهم خالد سليمان رزق ورئيف نصر وباسل نوفل تراد من درع الجنوب على يد الهيئة الشرعية في مدينة درعا بتهم العمالة للأمن والتخطيط لاغتيال قيادات من الجبهة والجيش الحر. نتابع التفاصيل في هذا التقرير. تمكن قوات أمن المسلمين العاملة في محافظة درعا من إلقاء القبض على أحد عناصر شبكة الاغتيال التي كانت تشهد حوران بسهلها وجبلها منذ أيام تفاعلات لقضية اعتقال خالد سليمان رزق ورئيف نصر وباسل نوفل تراد من قبل الهيئة الشرعية في المنطقة الشرقية بدرعا، التي بثت اعترافات لهم بالعمالة للأمن والتخطيط لاغتيال قيادات من جبهة النصرة والجيش الحر. ثوار درعا كان لهم تحرك بارز في محاولة لإطلاق سراح المعتقلين، حيث أوضح المكتب الإعلامي لمدينة الإحراق في بيان تفاصيل بعض المجريات خلال ذات الفترة، بالإشارة إلى أنه انطلق فضل زين الدين قائد كتيبة سلطان باشا الأطرش ومعه مجموعة من رجال مدينة الإحراق، ومنهم أبو مصطفى القداح ومحمد عبد السلام المصري ومروان قداح وغيرهم، إلى الهيئة الشرعية في المسيفرة للتوصل إلى حل والإفراج عن اثنين من عناصر كتيبة سلطان باشا الأطرش. كانت الجبهة قد اعتقلتهما، وعند وصولهم فوجئوا بأن الهيئة قامت باعتقالهم جميعا. بعد فترة من الوقت تم إطلاق سراح أبناء مدينة الإحراق وأبقوا على المعتقلين من أبناء السويداء. لقد أسست كتيبة سلطان باشا الأطرش التي انضم تحت رايتها العديد من أبناء السويداء الأحرار، بالإضافة إلى أخوتنا من أبناء درعا. من جهته أصدر الملازم أول فضل زين الدين القائد العام لتجمع كتيبة الجبل والسهل بيانا آخر أشار فيه لضرورة اتخاذ موقف عاجل من الجهة التي اعتقلتهم والتي ما تزال تحتفظ بهم، نافيا أي مؤشرات لما تم نسبه للمعتقلين حول عمليات تستهدف اغتياله أو التخطيط لذلك، في إشارة إلى اعترافات قدمتها الهيئة للمعتقلين معتبرا أنها مفبركة وأهل درعا وشبابها براء من هذه التهم، ومؤكدا أن كتيبة سلطان باشا الأطرش تضم شبابا من درعا والسويداء يعملون يدا بيد لإنهاء الظلم عن أهلهم، وأن المعتقلين من المشهود لهم بنزاهتهم وأخلاقهم العالية. وخالد رزق من مؤسسي كتيبة بني معروف العاملة في الغوطة الشرقية، وكان ضمن المقاتلين في لواء أمهات المؤمنين، والذي يشهد قائد اللواء وأحراره بنزاهته وأخلاقه العالية. المفاوضات على الأرض لإطلاق سراح المعتقلين لا تزال جارية من جانب الفعاليات الاجتماعية والعسكرية من أبناء المحافظتين، فيما تستمر النداءات لإنهاء الملف الذي سبق أن تشابه بأحداث أخرى سابقة كادت أن تشوب العلاقة بين الكتائب هناك. لكن من المستفيد من إطلاق وإجراء عمليات كهذه؟ ولماذا تم اختيار هذا التوقيت خاصة بعد استمرار تقدم ثوار درعا وتحريرهم للعديد من البلدات والكتائب والحواجز العسكرية من أيدي النظام؟ ولمن تعود الفائدة في حال توتر العلاقات بين كتائب الجيش الحر في درعا والسويداء، والتي حاول النظام مرارا زعزعتها وبث الفتن داخلها؟ حالة الاعتقال لثوار من السويداء هي الأولى من نوعها، لكن كان قد سبقها العديد من حالات اختطاف للمدنيين من كلتا المحافظتين، عندما تم اعتقال أحد رجال الأمن من أبناء السويداء في درعا لتبادر اللجان الشعبية باختطاف طلاب من أبناء محافظة درعا يدرسون في السويداء. تدخلت على إثرها وجهاء وعشائر المحافظتين وأطلق سراح كافة المحتجزين. بصرة الشام تستقبل ثوار وأحرار السويداء.
للوقوف على تفاصيل هذا الموضوع وحيثياته، ينضم إلينا على الناطق الإعلامي باسم كتيبة سلطان الأطرش من السويدة، وأيضا الشيخ أبو مصطفى قداح الملقب بعمر المختار. كذلك معنا عدي الأحراكي نائب قائد تجمع أحرار السهل والغاب من درعا، وأيضا الملازم أول فضل زين الدين قائد تجمع أحرار السهل والجبل من درعا. أيضا أهلا بكم معنا جميعا. نبدأ مع علاء الناطق الإعلامي باسم كتيبة سلطان الأطرش من السويدة. علاء، في البداية ضعنا والسادة المشاهدين في تفاصيل عملية الاعتقال من بدايتها وحتى هذه اللحظة. نعم سيدتي، مساء الخير لكم جميعا. مساء النور وتحية لقناة أوريون. أود باختصار شديد أن أتحدث عن قضية الشباب المخطوفين لدى الهيئة الشرعية. في الحقيقة لا أريد أن يظهر هذا الموضوع وكأننا نتحدث فقط عن أشخاص يتبعون لفصيل من محافظة معينة. هذا الموضوع يمكن أو هذه الحادثة ممكن أن تحدث مع الكثير من شباب الجيش السوري الحر، وأعتقد بأنها حدثت وربما تحدث في المستقبل. أريد أن أتحدث عن الشباب باختصار. قبل شهرين يتم اختطاف خالد رزق ورئيس نصر من إحدى قرى من قرية صورة بالتحديد. أثناء ذهابهم لشراء بعض الحاجيات يستضافون في وضح النهار، لم يستضافوا في فعل متلبسين عموما. وليتصل بعدها الخاطفون بعد فترة، يتصلوا بأخ الرخ نعم الذين قضوا 20 سنة. نعم شكرا لك على. دعني أسأل الشيخ أبو مصطفى قداح أحد وجهاء الحركة الذين شاركوا في هذه الوساطة. سيد أبو مصطفى، ما الذي جرى أثناء الوساطة عندما ذهبتم إلى الهيئة الشرعية؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. رحنا على المحكمة الشرعية بالمسافرة نطالب بالشباب خالد ورائد ورائف. بدنا نعم. الأدلة، وهذا قاموا فرزونا أدلة على اللابتوب وغير واضحة، في كدمات ضرب على وجوههم. نعم. دليل ما فيش، في ضمن يعني ماخذين وسيلة من النظام إنه على اللابتوب اللي بده يقدم ناس للمحكمة أو يتعامل بالخيانة بيعمل محكمة والناس بتحضرها أمام كل الناس إنه هذا متعامل مع الأمن أو هذا متعامل مع النظام أو متعامل مع جهات خارجية. نعم سيد الشيخ أبو مصطفى، هل سمحوا لكم بلقاء المعتقلين؟ لا ما سمحوا لنا. نعم. ما سمحوا لنا بالالتقاء بالمعتقلين. طيب برأيك من المستفيد من عملية الاعتقال هذا؟ وضح الصورة. ألو. نعم أسمعك شيخ أبو مصطفى، سألتك من هو المستفيد من عملية الاعتقال هذا؟ المستفيد الجبهة، يعني بدهم يخلفوا يعمل خلاف بين السويد وبين محافظة درعا. هل المفاوضات ما زالت مستمرة؟ إن شاء الله. مع الهيئة؟ احنا بعد ما نفاوض معهم أطلاق الشباب. طيب الهيئة الآن ما هي وجهة نظرها؟ الهيئة بتقول هذول متهمين، بدنا احنا الدليل القاطع. إنه مدانين أو غير مدانين. طيب مبدئيا إلى حد الآن بعد جهود الوساطة هذا وبعد هذه المقابلات، يعني كيف تصف لنا الوضع؟ يعني إلى أين ستنتهي الأمور؟ إلى أين وصلتم؟ وصلنا على طريق مسدود. قالوا في عنا أدلة، بدنا واحد أو اثنين. خلينا القاضي الشرعي محكمة الجيزة أصبع يفرجوا الأدلة القاطعة، ردوا نفس اللي ألاقتهم وفرجوا إياهم، ما في أدلة قاطعة عليهم. نعم
طيب شيخ أبو مصطفى، يعني أثناء التوسط لدى الهيئة في المرة الأولى تم اعتقال الوسيط الملازم أول فضل زين الدين، وكان يعني لهذا الأمر تداعيات كثيرة خاصة من ثوار الأحراق. ما الذي حصل بالتحديد حينها؟ حصل بالتحديد كانوا عاملينها على عملية خداع لفضل زين الدين. نعم. قالوا جيبوا كل قادة الكتائب انه ينزهوها الشباب انه نزيهين او غير نزيهين. قام الاعتقال للملازم اول واخو المعتقل. بعد شوية ردينا رجعنا على القاضي وقلنا له شو، وقول مع الملازم اول في دولارات مزورة. قلت له انا في دولارات وين ما كان مزورة. نعم نعم شيخ أبو مصطفى، دعني أسمع إلى وجهة نظر أخرى، وهي سينضم إلينا الآن أبو خالد الغزلاني أحد قادة لواء أمهات المؤمنين، وهو اللواء الذي أمن انشقاق المقاتل خالد رزق، يحدثنا الآن من ريف دمشق. سيد أبو خالد، أنت أمنت انشقاق خالد رزق المتهم الآن لدى الهيئة الشرعية، وقد عمل في صفوف لواء أمهات المؤمنين فترة طويلة. يعني في البداية نريد أن نعرف يعني أكثر تفاصيل عن خالد، كيف كان سلوكه أثناء يعني عمله النضالي ضد النظام؟ خالد كان من الأشخاص، يعني نحن بالنسبة لنا كان من المقاتلين الشجعان، وخالد لو أنه كان عميل للنظام ما كان بيقاتل على الجبهات، يعني قاتل معنا على جبهات، من جبهة شبعة لجبهة عين ترمة لجبهة كفر بطمة، وكان معنا على طول من الأوائل. وخالد يعني قبل انشقاقه اعتقل لأنه ما رضي يطلع على الدير، هو خدم بلدية ما رضي يطلع على دير الزور حتى ما يضرب نار على أخواته بدير الزور. فإحنا لما عملنا انشقاق خالد ما نظرنا لخالد إنه هو شخص من الطائفة الدرزية أو العلوية أو أي من الطوائف، معنا مقاتلين من كل الطوائف، وخالد كان أحد المقاتلين. ويعني خالد بكل شباب اللواء بيشهدوا بنجاحه وبعمله الشريف معنا. نعم السيد أبو خالد، يعني هل ستدخلون مع الهيئة الشرعية من أجل فض هذه المشكلة؟ نعم نحن يعني راح ننزل ما بوسعنا يعني لحتى ننقذ حياة شخص. يعني هل هناك اتصالات سيد خالد؟ أنا اتصالاتي حاليا هي مع قائد كتيبة فدائيين بالمعروف الملازم أول حسام ديب، وبعض الأشخاص من أقارب خالد. يعني طيب فحوى هذه الاتصالات لحد الآن ما اتصلوا، يعني من خلال هذه الاتصالات ما الذي توصلت إليه حتى اللحظة؟ الاتصالات يعني عم يحاولوا يلعبوا على وتيرة اللي هي انه خالد مدان، وجابوا له تصويرات يعني هي قريبة ومشابهة لتصوير قناة الدنيا اللي كل الناس صارت تعرفها. يعني ياخذوا الشخص بيقتلوه اعتراف تحت قتل اعتراف تحت الضرب، واللي شاف صورة خالد ايام انشقاقه من سنة بيعرف انه هاي صورة مو صورة خالد. يعني خالد بهالشهرين هذول مختلف كليا من وزنه من حجمه، يعني ضعفان على الاخر خالد. نعم اكيد يعني شو بده، اكيد حيعترف باللي بده اياه، المهم انه بده يخلص من هالتعذيب اللي عم يعذبوه اياه. يعني معاملينه معامله نظام، ما فرقوا عن النظام ابدا. طيب لأكثر معلومة دعني أسأل عدي الحراكي نائب قائد تجمع أحرار السهل والجبل. سيد عدي، البعض يقول إن هذه العملية هي عملية اختطاف وليست بعملية اعتقال، ما صحة هذه المعلومات؟ كيف سارت الأمور؟ سيد عدي هل تسمعني؟ يبدأ أنه غير جاهز معنا الآن. الملازم الأول فضل زين الدين قائد تجمع أحرار السهل والجبل، هل تسمعني سيد فضل؟
ملازم فاضل هل تسمعني؟ نعم أسمعك يا مستر كريمي. نعم أعيد لك السؤال، يعني البعض يقول إن هذه العملية ليست بعملية اعتقال وإنما هي عملية اختطاف، كيف تعلق؟ هل هذا صحيح؟ أنا تم خطف في الشباب بتاريخ 28/8 الساعة 9 مساء تماما، ونحن الشباب الشابين الاثنين البطل خالد رزق والبطل رائف نصر كانوا غير مسلحين. طبعا نحن لما نخرج بالبلد اللي نحن موجودين فيها نطلع غير مسلحين احتراما لأهل البلد الموجودين فيها مشان المناظر الغير مسلحة، وتم اختطاف. ونحن طبعا نتفاجأ بعد فترة أسبوع بطلب فدية مقدارها 20,000 دولار، وطبعا مش معنا تم طلب الفدية، طلب الفدية مع قبل ما اعتقل خالد طلب ال 20,000 دولار. مو لازم عندما حاولت التواصل عند الهيئة لإطلاق سراح المعتقلين قامت الهيئة أيضا باعتقالك أنت أيضا، ما الأسباب؟ طبعا رحنا على المحكمة لنعرف السبب اللي تم عليه اعتقال الشباب، فرجونا الفيديوهات المصورة ومبين عليها أثار الضرب بشكل واضح، طلبنا أدلة دامغة وكيف تمت عملية خطف الشباب. طبعا رجعوا على شيء وقاموا باعتقالي أنا وأخو للبطل خالد. نعم. وحطونا بالسجن لقام لماذا اعتقلوكم؟ لماذا اعتقلوك يا ملازم؟ لماذا اعتقلوك؟ اعتقلوني بتوحيد أني قائد الكتيبة كتيبة صدام باشا الأطرش، وإني متهم لحتى تثبت براءتي. وقام أبطال لواء شهداء الحرية وأبطال مو لازم فضل هل أنت معي؟ فقدنا الاتصال بالملازم فضل زين الدين. معي الآن عودي الحراكي. عودي، كيف تصف لنا هذه العملية؟ كيف صارت الأمور؟ خاصة وأن هناك من يقول أنها اختطاف وليست اعتقال، ما وجهة نظرك؟ نعم سيدتي الكريمة. سيدتي الكريمة، نحن فقدنا شابين من شباب الكتيبة أثناء توجههم من أحد المقرات إلى أحد البقالات لشراء بعض الحاجيات لهذا المقر، وكان من ضمنهم المجاهد خالد رزق ورائف نصر. طبعا بحب أنوه أنه رائف نصر كان قادم إلينا من السويداء منذ 3 أيام، كان زائرا لنا متوجها إلى الأردن بسبب مطاردة الأمن له في بلدة في محافظة السويداء. أما بالنسبة لخالد فخالد شارك معنا في عدة معارك وتشهد له حوران كلها في الحراك وفي خربة غزالة وفي علمة وفي بصر الحرير، كان مجاهدا من الطراز الأول. لكن العملية التي قامت ضدهم هي عملية خطف، تمت هذه العملية لمدة 27 يوم، ونحن نبحث عن أي دليل لنتوصل إلى هؤلاء الشباب، فلم يعني نجد إلا اتصالا من الجهة الخاطفة تطلب به 20,000 دولار. وبعد مرور 27 يوم جاءتنا إخبارية بأن الشباب موجودين لدى محكمة المسيفة، فقمنا بأخذ وفد من وجهاء وعيان درعا وذهبنا إلى المحكمة، وكنت أنا أحد الحاضرين في المحكمة، وطلبنا من المحكمة أن تبرز لنا أدلة تدين هؤلاء الشباب بعمالتهم وما ادعوا عليهم، فلم نجد لديها أي دليل سوى مقطع مصور، ومن ثم لم يجيبونا بأي شيء. فخرجنا وقاموا باعتقال ملازم أول فضل وأخو المجاهد اللي هو اسمه موفق. قمنا طبعا توجه أهل الحراك مشكورين بوضع حواجز وإيقاف أحد عناصر الجبهة
وهو أبو حمزة وأبو المثنى، وإرغام المحكمة على إخراج هؤلاء الاثنين طبعا في ظل اعتراف في ظل تلفيق بعض الدعم إليهم من عملة مزورة وما شابه ذلك. وبعد أسبوع قمنا بوفد آخر يضم كثير من وجهاء درعا ومن أعيانها ومن قادة كتائبها، فقام القاضي الذي يدعى أبو معاذ وقال أن لدينا أدلة لكن لا نستطيع أن نطلعها على الجميع لسريات التحقيق. فانتدبنا لهم القاضي أبو ثابت وهو قاضي بمحكمة الجيزة وهو من أبناء المسافرة. وبعد خروجنا من عندهم بنصف ساعة تقريبا اتصل بي القاضي أبو ثابت وقال أن الهيئة لا يوجد لديها أي دليل سوى التصوير الذي صوروه تحت التعذيب والإكراه. قلت له يعني كيف التعذيب والتصوير هذا الفيديو؟ ما يا أخي ما بيثبت، هذا دليل منقوص. قال لا يوجد لديهم سوى هذا الدليل وقد استندوا عليه شرعا ونفذوا الحكم شرعا. طبعا نحن لا ندري الآن مصيرهم مجهول، لا ندري ما فعل بهم. ما هو الحكم الذي صدر بحقهم؟ لم تنوه المحكمة إلى نوعية الحكم، بإنما فقط قامت بنشر الفيديوهات التي تزعم بها أنهم عملاء للنظام. طيب بعض صفحات التواصل الاجتماعي تناولت أنباء عن مقتل المخطوفين، هل من معلومات لديك؟ ما آخرها حتى اللحظة؟ سيدتي الكريمة هذه كلها مجرد يعني إطراءات شخصية. نعم. يعود معنا الآن الملازم الأول فضل زين الدين. ملازم فضل، لماذا لم يتم الإفراج عن خالد رزق ورائف نصر بعدما اعتقلوا معك؟ ماذا كان رأي الهيئة؟ خالد رزق ورائف نصر أنسى اعتقلوا ما اعتقلوا معي. اللي اعتقل معي وموفق تزق أخونا خالد رزق. نحن لحد الآن في مفاوضات مع أنا أقصد لماذا لم يفرج عنهم معك ملازم؟ المحكمة كان عندها قول أنه السبين مدانين، ونحن طلبنا الأدلة وما أعطونا أي أدلة. ليش ما كانوا يقبلوا أنه يخرجوا معنا ولا بأي طريقة؟ ولحد الآن المفاوضات معهم شغالي مشان يطلع السبين السنين. نعم، يعني حتى الآن ما المعلومات لديكم عن مصير هؤلاء الشباب؟ يعني هل تم قتل؟ يبدو أننا فقدنا الاتصال مرة أخرى. وهذا نعود إلى عودي الحراكي، لماذا لم يتم الكشف عن هذه العملية أو هذه الحادثة في السابق؟ أختي الكريمة، نحن بقينا ضمن 27 يوم نبحث عن أدلة ولم نوجه اتهام إلى أي طرف كان، إلا بعد 27 يوم وبعد أن وصلنا إلى أن الأشخاص الموجودين لدى المحكمة. فالمحكمة إلى حد الآن ولا حد الساعة لم تستجيب لنا ولا لوجهاء حوران ولا لقادة كتائبها بكشف الأدلة أو بشيء من هذا، ولم يقدموا لنا سوى اعترافات مصورة ضمن إطار فيديو. فنحن ونعرف وأنتم تعلمون والكل يعلم بأن هذا التصوير هو دليل منقوص، لابد أن يستند أي حكم شرعي أو أي دليل على إثباتات دامغة تدين هذه الأشخاص، مع العلم أن أفعالهم على أرض الواقع تشهد لهم بغير ذلك. فهم كما سمعت الآن هم كانوا من المقاتلين في الغوطة الشرقية، ومن كانوا من المقاتلين في حوران، وقد ذكرت آنفا أنهم قاتلوا في مدينة الحراك، وقاتلوا في معركة علمة، وقاتلوا في خربة غزالة، وقاتلوا في بصر الحرير. فمن ضمن الأدلة أصلا بالاعتراف. طيب سيد عدي، يعني حتى اللحظة ووفق كل هذه المعطيات وهذه التحركات، برأيك إلى أين ستسير الأمور؟ هل ستحل هذه القضية؟ نحن عاملين إن شاء الله بحل القضية وبسد هذا الصدع الذي
يكاد أن يذهب بمحافظتين سوريا وبمحافظتين عفوا السوريتين درعا والسويداء إلى اقتتال أهلي. نحن لا نريد الآن، مهمتنا هي إحقاق الحق وإقامة العدالة لأهلنا في سوريا، ولا نريد أن ننجر إلى أمور قد تؤدي سلبا في الأمور القادمة. نحن عشنا منذ زمن بعيد نحن وأهل السويداء أهلا وأصدقاء، وبيننا يعني عرف اجتماعي، فلا نريد أن نخرق هذا الشيء بأمور يعني نعم وصلت الفكرة، والمهم أن جهود الوساطة مستمرة إلى أن تحل هذه القضية. وأريد أن أنوه بأننا يعني حاولنا جاهدين لأن نتصل أو نستضيف أحد يمثل الهيئة الشرعية لنعرف وجهة نظرها في هذه القضية، ولكن لم نتمكن من ذلك. أشكر ضيوفي الكرام عدي الحراكي نائب قائد تجمع أحرار السهل والغاب كان معنا من درعا، أيضا الملازم الأول فضل زين الدين قائد تجمع أحرار السهل والجبل من درعا، أيضا كذلك كان معنا على الناطق الإعلامي باسم كتيبة سلطان الأترش من السويدة، والشيخ أبو مصطفى قداح الملقب بعمر المختار أحد وجهاء الحركة الذين شاركوا في الوساطة لدى الهيئة الشرعية كان معنا من درعا أيضا، وكذلك السيد أبو خالد الغزلاني أحد قادة لواء أمهات المؤمنين. شكرا لكم جميعا، والآن نذهب مشاهدينا إلى فاصل ثم نعود. أهلا بكم من جديد. يعقد المجلس الوطني السوري اجتماعا له في 11 من الشهر الجاري لإقرار مشروع إعادة هيكلة المجلس الوطني السوري، تمهيدا لتوكيل المجلس التنفيذي الحالي للقيام بإجراءات التنفيذ التي تبدأ بتوزيع أعضاء الأمانة العامة الحالية على المكونات بحسب انتمائهم. نتابع التقرير ثم نعود للنقاش. هي محاولة متأخرة للمجلس الوطني ليكون فاعلا بعد أن تم تغييبه عن المشهد السياسي منذ تشكيل الائتلاف الوطني، لكن أن تأتي متأخرا خير من أن لا تصل أبدا. الخطوة الجديدة هي مقترح بتخفيض المكونات السياسية من 24 إلى 15 كيانا، وأيضا ضغط أعضاء الهيئة العامة للمجلس من 427 عضوا إلى 135 على الأكثر. فوائد الخطوة، وهذا بحسب عضو في المجلس، تقليص نفقات الاجتماعات الدورية والسفر إليها وضبط ساحة العمل، والأهم هو أن تكون الهيئة العامة الجديدة أكثر فاعلية بصغر حجمها وسريعة التفاعل مع معطيات الثورة ومواكبة الدبلوماسية العالمية، وأيضا تخفيض المكونات، وهذا بحسب العضو ذاته، بهدف إنتاج مشاريع سياسية متميزة نفسها وطني بحت. عضو المجلس الذي فضل عدم الكشف عن اسمه أوضح للأورينت نيوز أن المجلس يعقد سلسلة اجتماعات ستفضي إلى قرار في هذا الشأن، ولفت إلى أن خطوة التقليص ستقوم إذا ما تم اعتمادها طبعا على قاعدة تساوي الأحجام فيما بين المكونات، ليكون لكل مكون عدد معلوم ومتساو من الأعضاء مع بقية المكونات، وعلى الأغلب 9 أعضاء للمكون الواحد. وفي هذا السياق علمت الأورينت نيوز أن المجلس عازم على تصنيف المكونات إلى مستويين أول وثاني، يتكون الأول من الكتل ذات الأحجام الكبيرة فيما يترك الثاني للمكونات الأصغر. المجلس الوطني ورغم الكتل العديدة المشاركة فيه إلا أنه مشروع إخواني أساسا، فالإخوان المسلمون بدعم من تركيا وقطر تحكموا بقراراته بمساندة من كتلة المجالس المحلية التي يقودها مصطفى الصباغ المقرب من قطر. أما المكون الرئيسي الثالث فهو مجموعة الشيوعي البارز رياض الترك. ومن هنا كانت القصة، فالمجلس أصلا وبحسب معلقين كان مشروعا إخوانيا حتى فرضت عليه التوسعة التي أنتجت فيما بعد الائتلاف، ومن ثم سحبت شرعية المجلس وذهبت إلى الائتلاف، لكن المجلس الوطني بقي الكتلة الأبرز فيه، ولم يستطع أول رئيس للائتلاف الشيخ معاذ الخطيب التحكم بمفاصل العمل فخرج أو أخرج. والضربة القاضية للمجلس الوطني جاءت بعد قرار توسعة الائتلاف بضغوط عربية في مؤشر إلى تحول إقليمي في الأدوار بين قطر والسعودية، فبرزت في قيادته كتلة ميشيل كيلو. لكن هل تمكن الخطط الجديدة الإخوان بالفعل من إعادة إحياء المجلس؟
إذ يوضح رأي آخر أن النهج الجديد وإذا لم ينجح سيكون ضربة قاسمة للإخوان، أي بمثابة سقوط الأخير لهم. كما يرى مراقبون أن الكتل الأخرى الكبيرة في المجلس، أي كتلة المجالس المحلية التابعة لمصطفى الصباغ وكتلة رياض الترك التي تشمل أعلان دمشق، ربما لن تفسح المجال أمام الإخوان وتمكنهم من السيطرة على الشكل الجديد للمجلس الوطني، وبوادر ذلك انكشفت بتهديد بعضها من الانسحاب من المجلس. وللحديث في هذا الموضوع ينضم إلينا أحمد سيد يوسف، عضو المجلس الوطني من إسطنبول، وأيضا سيد سمير النشار، رئيس الأمانة العامة لإعلان دمشق وعضو الائتلاف الوطني أيضا من إسطنبول. أهلا بكم معنا في تفاصيل. أبدأ معك السيد أحمد اليوسف، قرار ترتيب البيت الداخلي اتخذ، ولكن من اتخذ هذا القرار وهل جاء توافقيا؟ هذا ما سرب سيد أحمد اليوسف، يعني هو في طريقه إلى الإقرار على ما يبدو. يعني هذا القرار هل سيناقش في الاجتماع المقبل أم أنه غير مدرج؟ طيب، هناك من يقول أنه يعني يجب إعادة ترتيب البيت الداخلي للمجلس الوطني، وبالتالي إعادة تحديد هوية هذا المجلس وحصر مكوناته التي بقيت داخله، بحيث يكون هناك توائم مع وضع الجديد. يعني السؤال هنا، هل يعاني المجلس من أزمة هوية؟ نعم. سيد سمير النشار، هذا القرار المنظور الآن، هل جاء لإعادة الاصطفاف أم ماذا، خاصة وأن هناك كتل رئيسية أخرى أقل تأثير فيه؟ يعني هل ستخرج مكونات سياسية جديدة أم ستنضم مكونات أخرى؟ معلوماتنا هذه نقلا عن تسريبات سيد سمير. نعم.
نعم يعني طيب، هل استمرت هذه الإرادة سيد سمير؟ يعني هذه الإرادة ألم تضمحل إن صح لي التعبير داخل الائتلاف؟ يعني سيد سمير، هل نفهم من هذا أن القرار الوطني السوري منحصر فقط في كيان المجلس الوطني؟ يعني هذه الإرادة الحرة سيد سمير، هل تتشارك فيها كل المكونات والكتل داخل المجلس الممثلة في المجلس؟ ولا في أي مرحلة من مراحل عمر المجلس سيد سمير؟ ألم يسيطروا أو لم يسيطر الإخوان المسلمون على القرار في أي مرحلة من مراحل المجلس؟ نعم، دعني أستمع إلى وجهة نظر السيد أحمد اليوسف في هذا الإطار أو القرار المنظور بترتيب البيت الداخلي للمجلس الوطني. يعني هل يعيد الإخوان المسلمون السوريون تموضعهم السياسي بعد ما جرى أو على غرار ما حصل لأشقائهم في مصر، أم أن هناك تقليص أو جاء تقليص لدور الإخوان في المجلس وهو ما طرحه الآن السيد سمير نشار؟ كيف تعلق على كل هذا؟ وبالطبع لا أحد يشكك في هذا سيد اليوسف، لا أحد يشكك في هذا. نعم، يعني القرار الجديد سيد يوسف، يعني هل سيحدث اصطفافات جديدة بين الكتل؟ هل سيكون لكم تموضع في هذه الاصطفافات؟
سيد سمير نشر، هناك من يقول أن هذا القرار إذا ما تم طبعا سيخلق حالة من الفوضى في علاقة المجلس بالائتلاف. يعني السيد سمير، يعني هل هنا بدأت تخرج الإرادة من يد المجلس؟ يعني سيد سمير، هل تفضل. طيب اسمح لي سيد سمير، يعني ما هو الهدف المنشود من هذا؟ ما هو الهدف؟ هل تنول العودة إلى المربع الأول وبالتالي الخروج من الائتلاف؟ نعم.
طيب سيد أحمد اليوسف، يعني كل هذه الترتيبات وما وقع الحديث عنها الآن، يعني سؤالي هل سيؤثر هذا على آرائكم داخل الائتلاف؟ هل سيهمشكم في داخل الائتلاف الوطني أم سيكون العكس؟ هل هذا الترتيب سيقويكم داخل الائتلاف؟ أنا أقصد المجلس الوطني. سيد يوسف، أنا أتحدث عن الشكل الجديد للمجلس الوطني وتقليص من أعضاء الهيئة العامة وكل هذه الترتيبات التي سيقام بها طبعا إن طبق القرار. شكرا لك سيد أحمد السيد يوسف عضو المجلس الوطني، كنت معنا من إسطنبول. وأيضا الشكر موصول لسيد سمير نشار رئيس الأمن العام لإعلان دمشق وعضو الائتلاف الوطني، كان معنا أيضا من إسطنبول. شكرا لكم مشاهدينا، ختام تفاصيل هذه الليلة، إلى اللقاء.